السلام عليكم. في إطار صيانة نتاع التراث المعماري الكبير لمدينة الجزائر العاصمة، وخاصة منه التراث العتيق، فيه أحياء عتيقة، مش غير في اعتدنا الكلام على القصبة، لكن البنايات العتيقة والقديمة موجودة في كل أطراف مدينة الجزائر العاصمة، وفيه إرادة قوية في هذه الأيام الأخيرة يعني أخذ هذا المشكل تاع صيانة التراث العريق والعتيق لمدينة الجزائر في عمليات ترميم في مختلف أنحاء ولاية الجزائر العاصمة. إذن في إطار هذا الموضوع الهام جدا في الحفاظ على الرصيد المعماري والتاريخي للوطن ككل، إذن في هذا الإطار نترككم تتابعون هذا الفيديو في الموضوع، والسلام عليكم. هي صور من أعالي العاصمة، وسط شوارعها تختبئ بناية تآكلت جدرانها مع مرور الزمن وباتت تشكل خطرا على حياة سكانها وتفسد الوجه الجمالي للجزائر البيضاء. كانت طارح تريب البالكون يتحول الحجر السطح، ما نحكي لك قصص رف كربوت كاع مكسر، القطره في الدار اللي باسين وكذا، كنا عايشين في الريسك، طاح القرمود وطاح الحجر وطاح بالكون وكذا. هنا بشارع ديدوش مراد العديد من العمارات تشهد عملية ترميم واسعة مست الأسقف والشرفات وحتى الواجهات، وكل هذا بعد دراسة شاملة لتحديد حجم الأضرار. نحن نديرو دي بتي سونداج لكل الأسطح لمعرفة يعني الأسطح المتضررة من جراء المياه، لأنها بنايات قديمة وتعتمد على التقنية الحديثة باش نعاودوا لي بلونشي كما كانوا من قبل. عملية الترميم تخص بالأساسا إعادة تأهيل النسيج العمراني على مستوى ولاية الجزائر، ويتمثل بالخصوص إعادة ترميم وتأهيل الأجزاء المشتركة على مستوى العمارات. أجزاء مشتركة هي الواجهات، قفص السلالم، الأسطح والأقبية والأفنية فناءات الداخلية. انتقلنا إلى شارع آخر، تابعنا تواصل أشغال الترميم، فوقفنا على متابعة كل التفاصيل التي يراعيها القائمون على المشروع للحفاظ على الهندسية المعمارية ذاتها. بالتعاون مع مكتب دراسات مؤهل في الاختصاص هذا، ثم سبق له أنه خدم مشاريع مماثلة وتوصلنا لطرق، ثم هي العمل هنا ماهوش طريقة كلاسيكية اللي كنا نخدموا بها. الحمد لله درك الشباب والجامعة الجزائرية تخرج ناس عندهم كفاءة في الميدان هذا، والحمد لله. خلال الثلاثي 2023 و2025 تضمن المشروع ترميم 838 بناية، أي ما يعادل 10600 وحدة سكنية، برنامج موزع على 7 بلديات من العاصمة. فيما يخص الشطر الأول 2023 فيه 141 عمارة، أي ما يعادل 1417 وحدة سكنية. فهذا الشطر هذا العملية انطلقت، قد انتهت الأشغال فيما يخص 526 وحدة سكنية، والباقي راه في طور إجراءات الإدارية، والأشغال سوف تنطلق في الأسابيع المقبلة إن شاء الله. مشاريع من شأنها تحسين الإطار المعيشي للمواطن من جهة، وإضفاء طابع جمالي خاص للمدينة من خلال القضاء على كل الأشكال المشوهة للعمارات والمباني القديمة من جهة أخرى.